اهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل، حوار اخر في اخر النهار متعلق بتفكير كتير من المصريين. انتوا عارفين دايما بتبقى بداية كل سنة او بداية مناسبة جديدة بتبقى فرصة لينا علشان نشوف هنعمل ايه السنة الجديدة، فلوسنا هتوديها فين، مدخراتنا، كل واحد بيعمل حساباته خصوصا في هذه الايام، وطبعا اللي عليه ديون بيظبط ديونه في هذه الايام. سؤال مهم قوي، مدخراتنا نوديها فين؟ ايه أأمن استثمار؟ ايه المجال اللي اكثر امانا واكثر ربحية نقدر نستثمر فيه حتى لو ما كناش متخصصين او خبراء فيه؟ وانا اعتقد انه الناس دايما دماغها بتروح لسوق العقار. معانا ومشرفنا الخبير العقاري المعروف الاستاذ طارق اسماعيل، ورئيس مجلس اداره شركه طارق اسماعيل وشركاء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ تمام، منور يا طارق. حضرتك منور بحضرتك والله، ما شاء الله على سعادتك. كل سنه وحضرتك طيب والاسره طيب. الكريمه بخير، والمصريين كلهم بخير. سنه سعيده علينا كلنا يا رب، تبقى سنه خير وسلام ورزق كتير على المصريين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حضرتك باذن الله. الله يخليك يا فندم. الحمد لله. استاذ طارق، خليني استفيد بخبره حضرتك. انا عارف ان انت ليك اكتر من حوالي 25 سنه او اكتر في مجال العقارات، صح؟ صح. خليني استفيد وننصح. خلي الفقرة النهاردة تبقى زي نصائح كده وارشادات للمواطنين، خصوصا غير المتخصصين في مجال العقارات واللي نفسهم يقبلوا على هذا المجال. تمام. بداية، ايه اللي يخليك تقول ان العقارات وسوق العقارات سوق امن والدخول فيه ان شاء الله ما بقاش فيه خسارة؟ طيب، اول حاجة تعمل بيه، يعني ما شاء الله على حضرتك، بتعمل برنامج، بتعمل وجبة كاملة للمشاهد بتاع حضرتك. الحمد لله. ازاي سياسيا يبقى فاهم سياسيا الدنيا ماشيه ازاي، اقتصاديا يبقى الدنيا ماشيه ازاي، عقاريا انا لو معايا مدخرات استفيد بيها ازاي. فمبدئيا مفيش حد بيبتدي مشروع وهو في دماغه انه يضحك على الناس او في دماغه ان مشروعه يفشل. تمام. ده لازم مبدا نمشي فيه كلنا. حلو. اي حد بيفتح شركه او بيفتح مشروع مهما كان، لا ده احنا مش بنتكلم عن الشركه، احنا النهارده بنتكلم حضرتك جايب حد عقاري ازاي يفيد الناس ويستفيدوا منه. مظبوط. فاحنا بنتكلم النهارده ازاي انت كعميل او كمستثمر عاوز تستثمر في العقارات تستفيد. مفيش حد هيفتح شركه هو عاوز ينصب ولا يضحك على الناس. حلو. لا، هو عاوز ينجح بالظبط، وعاوز ينجح وعاوز يكبر وعاوز يبقى احسن واحد في الدنيا. طبيعي. وفي ناس بيحطها كده بالنسبه له هدف، ان انا عاوز ابقى زي الناس دي، عاوز اكبر زي الناس دي. حلو. طيب، ايه اللي بيخليه يفشل او ايه اللي يخلينا نقول ان الشركه دي مش كويسه او لا قدر الله يعني يقع؟ اللي بيقع عوامل كتير، وللاسف ممكن العميل نفسه يساعد في ان هو يوقع الشركه دي. يا سلام. العميل نفسه، رغم ان هو مش طرف. بس ازاي؟ اقول لحضرتك حاجة، انا عندي مشروع، المشروع دوت انا بدأت طرح فيه، طبعا ما بكلمش على الشركات الكبيرة، في كلاس ايه ده احنا مالناش دعوة بيه خالص. حلو. حتى لو بيبدأ مفيش ارض، يعني لو الارض لسه خلاص، هو رصيده وخبرته وثقة العملاء فيه مضمون، عارفين ان هو هيشتغل. صح. فيش مشكلة فيه. احنا بنتكلم حد لسه بيبدأ، حد يعني لسه بيشتغل، فبيجي يعرض الشركات المتوسطة والصغيرة. بالظبط. جه عرض ارض، طب الارض دي فاضية خالص، انا كعميل اروح اشتري ازاي وهو لسه بناش؟ طيب، انا رحت اشتري وهو لسه بناش، ادفع ليه بلك مبلغ كبير مره واحده، انا خدت ايه؟ صحيح. ما خدتش حاجه. صحيح. طب هوقعه ازاي بقى كشركه؟ انا كعميل وقعت الشركه دي ازاي؟ وقعتها اعتبر بيه ان انا النهارده بعت حصه، بعت شاليه 2 3 4، بعت 100 شاليه، وانا عندي المشروع دوت 3000 عميل، 3000 شاليه. طيب، لما اجي ابيع 100 وقف، هبدي ولا هكمل ولا هعمل ايه؟ لا. هو واخد فلوسك ايه؟ هيتعصر طبعا. انا واخد فلوس حضرتك عشان ابني بيها. هي دي المشكله. طب انا حضرتك كل اللي جالي 100 عميل، هبني بيهم ولا هعمل للشركه ولا هدفع ولا هدفع ولا هدفع؟ هعمل ايه؟ فبيقف. طب لما بيقف بيحصل ايه؟ اتقال عليه ان هو ضحك على الناس. صحيح. صحيح. هو الراجل داخل نيته كويسه، بس انا كعميل لازم قبل ما اخش اي مشروع ادرسه كويس قوي. حلو. قبل ما اخش اتعاقد مع شركه. فالنصيحه الاولى ان انا ما اشتريش ارض فاضيه خالص، جيل لو انا براند معروف. طبعا براند معروف انا واثق انه هيكمل لان عنده الملاءه الماليه انه يكمل. بالظبط كده. تمام. ثانيا، ما احطش مقدم كبير قوي ولسه الارض صحراء. بالظبط. انا ما استلمتش، ليه ادفع مبلغ كبير؟ ما استلمتش ايه ده؟ انا ما شفتش حتى. ادفع ليه مبلغ كبير؟ ايوه. لا، ده لازم يوقع الدنيا. طب نيجي نقول لك ناس في العقارات مثلا، معلش سوري انا اسف، بيضحكوا عن اي مجال، في الوحش وفي الحلو. طبيعي. لازم نبقى متفق. النهارده الملاذ الامن الناس بتقول عقارات وذهب. طيب، انت حضرتك اوقات بتروح لبتاع ده برضه، بقول ناس قليله، هنا قليل وهنا قليل. ممكن يضحكوا عليك طبعا في الذهب. بتلاقي نحاس. طبعا. بتلاقي من غير ما نعرف. تمام؟ مظبوط. ده معناه ان هو يعني فاهمني، ده معناه ان كل بتوع ده وحشين؟ لا طبعا. بتوع لا،
هي القصه ما تتحسبش كده. انت قصدك ان النماذج السيئه ما ينفعش نعممها على كل الناس. بالظبط، الناس بتخاف لما تشوف نموذج واثنين وثلاثه بتخاف. اللي انت شفته، تيجي نعكسها يا استاذ طارق. يعني زي ما انت قلت دلوقتي، لما اشوف ارض فاضيه ولما الاقي مقدمات عاليه ولسه الشركه ما بنتش وما عملتش، اقلق على تطور المشروع او قدره المطور ده ان هو يحط فلوس ويكمل المشروع. تمام، خلينا نقلبها ونقول ايه اللي لما الاقيه يطمني واروح وراه. طيب اول حاجه لما بروح هناك انا شفت وحدتي ولسه، يعني مثلا ايه، الوحده دي ثمنها 1,000,000 جنيه. حلو، تمام، بس هستلمها بعد 3-4 سنين. طبعا. حلو، رحت لقيت في مباني اللي انا هدفعه دايما يبقى اقل من اللي مبني. يعني مبني مثلا حوالي من وحدتي انا مبني 500,000، ادفع اقل من 500,000. دايما خلي بتاع العقارات هو اللي سابق بالفلوس. مفهوم. مش حضرتك انت، مش هذا اللي مغطيه، لا هو مغطي نفسه وانت بتساعد معاه. حلو، دي نقطة مهمة جدا. حلو. يعني لازم تروح تلاقي المباني موجودة، جزء منها مبني، الراجل شغال بالفعل. انا هدفع كام والوحدة تمنها كام؟ الوحدة تمنها جنيه، الجنيه ده هدفع لك منه 50 قرش. حلو، تمام، انت دايما اللي سابق بتاع العقارات، مش بتاع العقارات. مع انت احنا اصحاب شركة، ما ينفعش اقول الكلام ده، بس لا لازم لا لا. انا بننصح زي ما حضرتك قلت، لازم ننصح الناس. صحيح، لازم، انت اللي سابق بتاع العقارات مش بتاع العقارات اللي سابق. حلو، دي نقطة مهمة جدا. فيبقى هو اللي مغطي مشروعه مش انت اللي بتغطيه له. بالظبط. وبعد كده في نقط مهمة جدا يا تامر، احنا بنلاقي اصحاب شركات للاسف بعد كده يجي يقول لك بص في زيادة اسعار. طيب نعمل ايه في زيادة الاسعار؟ انا وحدتي بمليون جنيه. لا، الوحده بتاعتك هتبقى بمليون 500. ليه بمليون؟ انت بناء عن ايه حددت ان هي بمليون 500؟ لا، الاسعار ده طن الحديد كان ب 15، النهارده طن الحديد ب 50، ففي فرق في السعر. فساعد معايا. ساعد معاك ليه؟ انا وقت ما انا تعاقدت معاك، وقت ما كان الطن ب 15، انا متعاقد معاك على السعر ده، انت كسبان منه. صح، لان كان دولار بكذا بقى بكذا. مظبوط، دي زياده اسعار في العالم كله. لا، ولا شريعه المتعاقدين في لحظتها. ومش قصتي ان انت ما بنيتش، انا كعميل مش مشكلتي ان انت بنيتش في الوقت ده. انت لو بنيت في الوقت، مهمه جدا الاستاذ طارق بيقولها، لان دي للاسف كتير من العاملين في مجال العقارات، وعلى فكره في بعض اصحاب الشركات الكبيره بيرددوا هذا الكلام طول الوقت. طب وانا على فكره ده بيروحوا بعض الاحيان المحاكم ويقول لك طب انا اعمل ايه، الدولار كان بكذا ولا الاسمنت كان بكذا؟ ما هو انا تعاقدت معاك واديتك فلوس اللي طلبتها لما كان ظبطتك للحسبه بتاعتك ربحانه. انت حسبتها غلط، مش قصتي. انت اتاخرت. احسنت. انت لو بنيت، الله يخليك يا تامر، انت حضرتك لو بنيت وهو ب 15,000 طن الحديد كنت هتكسب وتطلع مكسبك. صح. انت بنيت بعد كده، دي مش مشكلتي لك عميل. مظبوط. مش غلط انا، دي غلطك انت. ما تحاسبنيش على غلط انت عملته. ما تحاسبش العميل على غلط سوء حسابات المطور. طبعا. صح. حضرتك انت كده بتحاسبني في غلطتك. برافو عليك. حضرتك اللي غلطت فبتحاسبني عليها. لا انا ارجوكم بس تفهموا النقطة دي كويس قوي، عشان لما تسمعوها من الشركات اللي انتم متعاقدين معاها ويجي صاحب الشركه ولا مندوب الشركه يقول لك معلش احنا هنعدل شويه في سعر الوحده وبتاع، ويقول لك هنعمل ايه ما احنا مش عارف نسلمها غير كذا، تبقى عارف الرد كده ان دي ما تحاسبنيش على غلطتك انت. فندم العقد شرط متعاقدين يا تامر بيه، بمعنى ايه؟ انا 1,000,000 جنيه هدفع 1,000,000 جنيه. صح، وزي ما مكتوب في العقد وملتزم بالمقدم والاقساط في ميعادها وكل شيء، يبقى انا ما بتكلمش في حاجه. انت بتبيع قسط بس، التزم اللي مكتوب. صح، بتبيع مقدم واقساط، هلتزم. صح، في دفعه استلام هلتزم، غير كده ما تلزمنيش بجنيه تاني. التزم انت بقى وابني. بس كده. طب انت ما التزمتش، دي غلطتك انت. ما تجيش تقول لي الاسعار غليت. لا، الاسعار غليت عشان انت اللي مقصر مش انا اللي مقصر. مفهوم. تمام؟ فما تشيلهاش. حلو. نقط مهمه جدا بتاعه التعاقد. التعاقد. العقد. قلناها وبنقولها يا تامر بيه، ونقطه مهمه جدا. اتفضل. العقد زاد عن 20 بند ما تتعاقدش. غير لما تجيب معهد زاد عن 20 بند. لو المواد بتاعته او البنود بتاعته زادت عن 20 ما تعاقدش غير لما اجيب محامي. طب انا جبت محامي. العقل البشري ما يزيدش اكتر من 20 بند في القعده. صحيح. يعني انا وحضرتك قاعدين دلوقتي، النهارده هعمل 20 وبكره اكمل العقد ب 20 عشان اقدر افهم. صحيح. في بنود 50 و55 بند. ده احنا بنشوف عقود بتبقى عامله زي الكراسه كده. طب يا فندم كاتب ايه؟ كاتب ايه يعني؟ معلش. وبعد كده انا كراجل رايح اتعاقد، هفهم ايه في العقد ده؟ صح. وهفهم ايه 50 بند؟ اللي بيحصل ايه يا تامر بيه؟ في بعض الشركات، طبعا احنا قلنا مبدئيا لازم يبقى في مبدا الناس كلها بدا صح. تمام. مش حد مفهوم مفهوم. في بعض الناس بتعمل ايه؟ يحط لك 50 بند لسبب، اول 20 بند اللي انت دماغك كويسه فيها حلوين قوي. في مصلحتك. في مصلحته زي الفل. فتيجي تعمل ايه؟ كده او كده ال 30 انا لسه هقرا.
ما انت لو قعدت تقرا 50 بيت هتقعد 5 ساعات. مظبوط. لا حضرتك فاضي ولا الشركه فاضيه. وغالبا كمان مش هتفهم نصهم. ولا هتفهم حاجه خالص، فبتعمل ايه؟ تتعاقر. فتيجي بعد كده تلاقي ايه؟ الاقي ان انا ماضي على بنود، يقول لك لا انت عندك بند فيه شرط جزائي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، عقود ازعاج. صح. ممكن ناس، انا اسف يعني، راح تشتري وحده بنص مليون ولا بمليون، وفيه طبعا حاجات ب 10 مليون و 20 مليون، وتبخل انها تدفع 1000 جنيه ولا 2000 جنيه لمحامي يقرا لهم العقد. يعني انت مستخسر دول وبتضحي بال 10 مليون جنيه. صح. وبعد كده خلي بال حضرتك، المحامي هيفهم ليه؟ يقرا 100 بند، دي لعبته. صح. بمجرد بيقرا اول سطر هو فهم البند هيقول ايه. مظبوط. عاوز يقول ايه. مظبوط. فانا النهارده فهيحذرك، يقول لك لا ده صح، ده في مصلحتك، ده ما تقضيش عليه. 50 بند لا في مشكله. فانت شايف ان كتر البنود والمواد في العقد، لا دي حاجه تقلق العميل وتخليه يراجع مستشار قانوني او محامي. بالظبط. انا مش مشتري مدينه. انت بتشتري وحده. صحيح. وحده. صحيح. ايه اللي 50 بند؟ مزبوط. يعني كاتب لي فيه ايه؟ يعني كاتب لي ايه في البنك؟ طيب في نقطه كمان يا استاذ طارق، بما ان احنا بندردش في الخبرات الميدانيه اللي في السوق والنصايح اللي حضرتك بتقولها للعملاء او للساده المستهلكين، بتوع العقارات والشركات ومندوبي المبيعات والسماسره وحتى شركات البروكر وكذا، كلهم كلامهم حلو. تمام. كلهم كلامهم معسول، كلهم كاحلام ورديه، وكل تسمع تكلم حد يقول لك انا المشروع ده احسن مشروع، ده هيروح في الدنيا مش عارف ايه، ده بعد سنه 5 اضعاف. تمام. وكذا. ازاي الواحد يفرق ما بين الكلام المعسول والكلام الواقعي اللي بجد؟ طيب بص يا تامر، اول حاجه لازم نلغي. عارف البياع لسانه حلو؟ اه طبعا. ما هو لو مش، بص حضرتك، لو مش لسانه حلو مش هيبيع. لما بيبيع عشان طيب. بس في نقطه لازم نقولها، اوعى تشتكي لو عندك مشكله مع الشركه، اوعى تشتكي الموظف قانونيا. اه اوعى، انت داخل في قصه هو عمال يوديك ويلتف حوالين نفسك، في الاخر مش هتاكل حاجه كعميل. حلو. انا صاحب شركه ما ينفعش اقول كده، بس انا بقول لك اشتكي الشركه وصاحب الشركه قانونيا. اطلع على طول. اطلع على طول. انت هو بيلففك. صحيح. لازم الموظف في الاخر هياخد براءه. انا في الاول في الاخر موظف. صح. خش على صاحب الشركه عشان لو عندك مشكله هي مع صاحب الشركه. حلو. هو اللي هيحلها لك وهو اللي هيجيبك يحل. طيب نيجي للنقطه الثانيه يا تامر بيه، لازم احنا كعميل او كمستهلك، مفيش حاجه اسمها اصل دي بعيده، شيلها من دماغك. ايه اللي بعيده؟ المكان بعيد. اه. الموقع بعيد. ده هناك صحراء، زي مدينه نصر كنا بنقول المكان صحراء، زي التجمع المكان صحراء. اوعى حضرتك تحط دي في دماغك. لا، حط في دماغك ان كل اللي جاي مفيش عقارات بتخسر طالما الشركه مصر ماشيه. واللي صحراء النهارده عمران بكره. عمران بكره. فبيجي بتاع المبيعات يقول لك ايه؟ بص يا تامر بيه حضرتك، انت متعاقد معانا، شفت النهارده بجنيه، بعد بكره هتبقى ب 50 مليون جنيه. تمام. انا النهارده كراجل في السوق لازم ابقى عارف، لا هتزيد بس مش 50 مليون. اه. هتبقى عامله 5 مليون. حلو. يبقى وانا بشتري دايما اللي بسمعه 100% ابقى حاطط في دماغي 60 70% صح والباقي كله غلط. اه. مش غلط، هو بيحل بيعته. بيأفور. بيأفور. آه. تمام. امتى بقى يبقى في مشكله؟ ان يطلع 10% صح و90% غلط. هي دي اللي انا كبيرة بقى. في حاجات بقى تامر بيه انا كعقلانيا وانا بشتري لازم اخد بالي منها. ايه هي؟ النهارده صاحب الشركه لازم يكسب. طبعا. تمام؟ يعني ايه لازم يكسب؟ يعني لازم هو كمان بيعوض. ما فيش حد بيبيع لله، او في حد يجي يقول لك ايه؟ والله انا خسران فيها. ده انا لا يا باشا، كذاب. ده نشاط استثمار. انت فاهمني؟ نشاط استثمار. حاطط الجنيه عشان اخده 2 جنيه و3 جنيه. ياخده 2 جنيه و3 جنيه. فالنهارده لازم انا اخد بالي وانا بسمع الراجل بتاع المبيعات. في حاجه اسمها بودي لانجوج. بودي لانجوج اللي هي لغه الجسد. الجسد هو بيتكلم. انا عيني دايما في عين البياع. لو انا باصص في عين البياع وقال كلمه والكلمه دي غلط هينزل عينه. لازم ناخد بالنا من الكلام ده. انت عينك دايما في عين البياع. انا كعميل حتى لو انت ما عندكش الخبره، من نظره عينك للبياع هو هتلاقي عينيه نزلت. طبعا. اعرف انها غلط. في حاجات هتلاقي البياع عينيه لمعت، اعرف ان دي بيتكلم صح. كويس. اول ما بيتكلم هنا بثقه بقى. بالظبط، هنا في ثقه وعارف ان ده هيحصل، فتلاقي عينيه لمعت معاك. لازم احنا انت لما بتيجي تشتري يا تامر بيه، انت مش بتشتري وخلاص، لازم ابقى باصص كل حاجه. طبعا. باصص الحركه، باصص الطريقه. لا ده شقى العمر يا استاذ. بالظبط كده، شقى العمر ما فيهوش هزار. وحاجه كمان، النهارده انت بتكسب فيها قدام حاجه انت مش الواحد لما بيجي يشتري عقار مش ليه هو، بيعمل لاولاده، بيعمل للي جاي، بيعمل المكسب اللي جاي. صحيح. النهارده حضرتك تعمل ايه؟ اكتر حاجه بتكسب، مش عشان احنا شغالين في العقارات، هي العقارات. الدهب بيكسب بس على المدى البعيد. صح. ومش بيكسب زي العقارات. العقارات النهارده لا هو بيكسب سنة. حلو برضو الحقيقه عشان برضو ما ننكرش، بس هو زي ما حضرتك قلت محتاج صبر طويل عليه. بالظبط. استنى 5 سنين و10 سنين يعمل معاك شغل.
لكن العقار ممكن في سنتين ثلاثه تقلب الوحده وتخش في واحده ثانيه و بالظبط. وكل شويه حضرتك بتكسب منها، كل شويه بتستفيد منها. هي دي نقط لازم نحطها قدام عينين. فانا لازم ابقى متابع السيلز وانا بتكلم معاه، تمام؟ الاسئله بتاعتي ابقى محضرها قبل ما اجي. حلو. ايه الاسئله بتاعتك؟ ايه الاوراق القانونيه بتاعتك؟ صحيح. اطلع على الاوراق القانونيه، اشوف الورق القانوني كويس، بص على العقد كويس. العقد بره هنرجع العقد اكتر من 20 بند ما تقراهوش، قول له اجيب محامي واجي بكره. وانت كنت قلت لي مره يا استاذ طارق انه مهم قوي كمان ان انت تبقى عارف مين صاحب الشركه، ما تتعاملش مع الشركه على اساس ان هي مجموعه البائعين اللي بيبيعوا لك. تمام يا تامر بيه. صح؟ دي نقطه بقى مهمه جدا، ايه اللي هنتكلم فيها يا تامر بيه؟ الراجل صاحب الشركه اللي بيبيع عن طريق التواصل الاجتماعي، يعني عن طريق النت، ما تشتريش. انت بتشوف واحد ورا جهاز هو بيقول ايه؟ صح صح. معلش يا تامر بيه، انا النهارده حضرتك معلش في المثل اقول متضايق من طارق، هتخش طارق وحش. ايوه. مين اللي اتكلم؟ انا عارف مين. مين انت؟ صح. فاهم الناس؟ معلش للاسف الشركات بتحارب بعض عن طريق النت. طيب اعمل ايه؟ صاحب الشركه لازم يجي يقعد هنا في برنامج، يقعد تسمعه في التلفزيون. حلو. ايه؟ لو قال لك كلام في المكتب الكلام ده بكره هيتغير، هيقول لك انا ما قلتش. صح. انما لو قاله النهارده في التلفزيون على شاشه ايه اللي هيحصل؟ لا يا حبيبي انت قلت مسجل 1 2 3 4. طيب عشان كده بس؟ لا، عشان حاجه تانية. الراجل ده انت هتشتري منه عقار، صح؟ يعني هشغل فلوسي معاه. مظبوط. عشان اخد دفع جنيه عاوزه بكره 100 جنيه. طيب اسمع افكار الراجل ده ايه؟ الراجل ده قفل ما عندوش فكر. تامر بيه، الاخوان قعدوا 80 سنه نفسهم يجيبوا عربيه، ولما جابوا عربيه نسوا ان هم ما بيعرفوش يسوقوا. صحيح. مش فلوس. ايوه صحيح. واغنى ناس كانوا الاخوان. صح. واكتر ناس معاهم فلوس. فانت قصدك هنا انه لازم انا ببقى شريك لصاحب المشروع، بس كده، فلازم اتعرف عليه. صح. واعرف فكره ووعوده والتزاماته، يقولها لي في العلن وعلى الملا، مش بيني وبينه في اوضه مغلقه. بالظبط. عشان يبقى ملتزم. إيه؟ بيها طبعا طبعا. النهارده اللي بيخاف يطلع في التلفزيون تقلق منه، تقلق منه. اللي بيبيع عن طريق التواصل الاجتماعي اعلم، مفهوم، هيقول لك كل حاجه. طب ما التواصل انا هجيبها. انما اروح طلع في التلفزيون قال الكلام ده كله، ايه اللي حصل يا تامر بيه؟ كل كلمه متسجله. صح. اولا هو مش خايف ان هو يطلع. اه. ليه؟ لانه ماشي صح. تاني حاجه اسم الشركه ايه؟ صح. واشوف كمان متهيألي نقطه كمان انا بفتي بقى كمان. لا يا فندم، لا يا تامر، ده احنا نتعلم من ساعتها. العفو يا حبيبي. انه كمان اشوف زي ما انت قلت فكر الشركه وصاحب الشركه بيحط استثماراته فين؟ الاماكن اللي بيختار فيها المشاريع فين؟ لو اماكن كويسه ولوكيشن كويسه معناها ان هو حد عارف هو بيعمل ايه. بالظبط. والفكر بتاعه جديد ايه؟ اه. بخلي بال حضرتك يا تامر بيه، الاستثمار العقاري النهارده كل يوم لازم فيه فكره. كل يوم لازم تطلع فكره. كل يوم. اه انت بتسابق الزمن، كم عدد الشركات؟ وكل شركه بتطلع بفكره، لا الفكره اللي هي بتلمع هي اللي بتكسب. صح. ايه الفكره الجديده اللي موجوده عندك؟ ليه؟ دايما الجديد هو على ما يبتدي يتحرق قدامه 5 6 سنين. صح. هكون انا في الخمس ست سنين الجنيه بيوصل لبليون جنيه، فانا كسبت من وراه كعميل. صحيح. فاهمني؟ صحيح. اشوف فكره ايه؟ ما ممكن الفكر بتاع الراجل ده يخبطني في الحيط بعد الشر. لا ما بعد الشر. ايوه طبعا. انا حق. انا لازم اشوف فكر الراجل اللي بيتكلم معايا ايه يا تامر بيه. الراجل دوت افرض ما عندوش فكر خالص، لو معاه فلوس وما عندوش فكر ما تاخدش. لو معاه فلوس وما عندوش فكر ما تاخدش. وبرضه لو معهوش فكره وعنده فكر ومعهوش فلوس برضه ما تاخدش. ده طبعا ده راح في داهيه. صحيح. بس ما هيستفاد ايه؟ عندك حق. بس فلازم النقط دي تعتبر بيه. انت حضرتك زي ما قلنا بتقدم وجبه دسمه للمشاهد بتاع حضرتك عشان يبقى عارف هو بيعمل ايه واستثماراته ايه، خصوصا في بدايه. ومهم قوي ان الناس تسمع الناس اللي ليهم اسم وسمعه وخبره زي الاستاذ طارق علشان يمثلهم زي مستشارهم العقاري كده، بحيث انه نقلل قدره الناس، مش هقول لكم على النص، بس على الاقل على تجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لك، لانه الجنيه بتاعنا عزيز ولما نخش نستثمره بنبقى لا قدر الله مش في عرضه لخساره، خصوصا يعني في الوقت ده. صح. خصوصا في الوقت ده جنيه عزيز. عزيز. لا طبعا طبعا. بس انا اشوف عزيز ده. شرفت ونورت يا طارق بيه. شرفت بيه ان انا وسعتك. وكل سنه وانت طيب يا رب. طلعتك معانا كده بوش خير على السنه الجديده يا رب. ان شاء الله جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. شرفت ونورت دايما بسعد بتواجدي معاك. انا اكتر. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. خلصت فقرتنا.